انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي، ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه، ده احسن محامي على مستوى شارعنا، ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات، معلش. هيا وماما. يا ماما عيش ايه وفرني ايه، عيب كده يا ماما، انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. معلش معلش، هي قضيه الخلع؟ ها طبعا ان شاء الله، ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام، مش هخلعك بس يا استاذ. تخلعني ايه، ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه. ها طبعا. مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضيه خلع. يلا 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 يا استاذ، اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري، لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ يتقابل فوق يا مدام. مين الراجل ده، تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود، هو واهله، احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخل له دخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس شورت، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب؟ طبعا. جهزوها جهزوها. يا سياده القاضي، ان هذه الام الوحيده الغلبانه الكثيره النمروده. نمروده ايه يا استاذ؟ لا يا فندم، اقصد البنت الصغيره المقروضه. البنت الصغيره المقروضه دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم، الأب الحنون اللي كله تواضع، كان ممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أخ، أقول راجل يعني. سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. انت بتقول ايه يا استاذ؟ بنت ايه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك ايه، ابو البنت دي انا عارفه، وحكمت عليه ب7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل قلاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ هرجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم، يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمة برفض الدعوة المقدمة من السيد حسام الدين صبحي لحضانة ابنته ومطالبة المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب. رفعت الجلسة. الله أكبر الله أكبر، الله عليك يا أستاذ، الله أكبر. مش فاهم إيه اللي خلاني كسبت القضية الزفت دي. خد من يسر. أيوه أنت تعالى، ما تستهبلش. عايز عايز إيه أنت بقى؟ أنا تخسرني القضية؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان اضربوا يا رجاله. اديله اديله حد منكي. اضربوا اديله يا كريم. انا بحذر في حد منكي، اهدي ايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذر في اي حد مني. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى يا شاي يا محمود، البطي شايل عن ريحه التعرف ولا لا؟ كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقطعوا. اضربوا يا كريم. We'll be right back.
الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. هي ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياه ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، وكلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا دي تافه انت؟ من صفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام، اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين، اه. مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي، باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه، تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي، حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك بس، انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المواعيد. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لساعتها. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف، عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي، تحت امرك، باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. اؤمر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. اؤمر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. حاضر. يا نعمت، ما تسيبنيش. يوه، هتفتح يا اخويا. ايوه يا فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ ناجو باديكير؟ انت حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام ناجو باديكير فين؟ معرفش. تاسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست، لو تكرمت. حاضر، وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرتها. يا اخوانا، فين ناجو باديكير؟ يا ناجو. مين؟ ما تقول ان انت هنا، ما تقول اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذة يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مرة واحدة. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ أمال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا أخويا؟ مش مسموح لي أقول معلومات أكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة، نجوى باديكير بتقول لك إنها بطلت تلطش من سنة 88. 88 عن إذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، أنا راجل محامي أقعد القعدة دي ولبان وشعر ونيلة. يا رب والنبي آخرتها إيه؟ استرها معايا. نعم. تصدق إن أنت راجل تافه؟ وحياة النعمة راجل تافه. أنت اتجننت؟ لا يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي.
هو انا استجرى باشا؟ انا استجرى. قالت لك ايه؟ بلغتها الرسالة. قالت لي قول لبيسة يا كلبة نجوى بديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش بروح. اكتب العناوين ديت. حاضر. مش هروح بس انا نفسي اعرف حاجه. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني. اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز ايه؟ أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. إيه؟ سمعني يا ابني مش سامعة. إلهي يخليك. نعم. إلهي يخليك اعدل لي السماعة لأحسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش أحط إيدي في ودني حد. أنا مال أنا؟ معلش يا حبيبي. طبعا. أنا زي أمك برضه. طيب قربي شوية. أهو يا ابني. ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ أيوة كده. أنت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش أنا آسف. عايز إيه؟ بقول لك أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. آه هو أنت؟ كلمة السر ايه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي. انتي مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبه جوه اللي ما بغيرش انبوبه لحد. تجننتي؟ انبوبه ايه ونيله ايه؟ ايه ودي يا سلام. طب روح هات لي 5 ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا، ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه. ايوه شكل وجبنه الرومي. ايوه موجوده. والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيزها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكل قوي. الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده. خدها كده. شكل قوي. الله يخليك. سلام عليكم. قلتها لي كده. الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. سلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر. وبعدين عادي بني ادم يعني، ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده. انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا فما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية. حاضر. سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش اقول غيرها.